عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، موجها بتوفير كافة الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة القمة على نحو يعكس مكانة مصر، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الشق الفني أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة. أعلنت سفارة مصر في بودابست أن السلطات المصرية قررت إرسال طائرتين يومياً اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة 11 من مارس الجاري، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر. فيما نشدت سفارة مصر في كييف اليوم كافة المواطنين المصريين الموجودين في كافة المدن الأوكرانية الآن تسجيل أنفسهم على وجه السرعة في استبيان وزارة الخارجية الأوكرانية حتى يتسنى إجلاؤهم. أعلن حرس الحدود البولندي عبور ما يقرب من 800 ألف شخص من أوكرانيا، بينهم أوكرانيون ومواطنون من جنسيات أخرى، إلى الحدود البولندية حتى الآن. وأنشأت الحكومة البولندية 30 نقطة استقبال في أنحاء البلاد، وتم إنشاء نقاط استقبال أخرى من قبل إدارات ذاتية محلية في العديد من المدن والبلدات بسبب التدفق الشديد للاجئين. دعا البرلمان الأوكراني اليوم الشعب الأوكراني في الخارج والأجانب إلى الذهاب لساحة المدن التي يعيشون فيها يومي 5 و 6 من مارس الجاري لمطالبة الحكومات بالمساعدة في إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المواطنين الأوكرانيين في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا من أجل العودة إلى بلادهم مرة أخرى. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو يدرك تماما استحالة المشاركة المباشرة فيما يحدث في أوكرانيا، مضيفا خلال تصريحاته للصحفيين اليوم أن العقوبات ضد روسيا لا تعني عزلها، مؤكدا أن العالم أكبر من أن تعزله الولايات المتحدة وأوروبا. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم فحص ودراسة ومراجعة 81,500 شكوى وطلب، وأشاد رئيس الوزراء بجهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لاستغاثات وطلبات المواطنين. أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية بخطة العام الجاري، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للإسماعيلية تبلغ 5.4 مليار جنيه.